سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا مليئة بالمخاوف. وفي حديث لطيف: ولا يصلح ابن آدم إلا الخوف. واحد ما يعلم إلى دقائق بعد حي أو ميت. حقيقة عجيب أمر هذه الدنيا. البارحة كان حي، اليوم ينادى إن فلان مات، انتهى، كأنه لم يكن له وجود. البارحة هذا كان صحيح، وإذا والعياذ بالله دعمته السيارة، والآن نايم في المستشفى، وثقبوا رأسه حتى يثبتوا رأسه لأن عموده الفقري قد أصيب. لحظات، هذا الرجل اللي كنا نعرفه انتهى، أصبح طريح، ما يتمكن يتحرك. هذه الدنيا مليئة بالمخاوف. ومن أهم العوامل المؤثرة في رفع هذه المخاوف وفي علاج هذه الابتلاءات التوسل بهذه الصفوة الطاهرة.